من ضمن الحاجات اللي احنا دايما بنتكلم فيها مع حضراتكم قصة اللي احنا لازم ننزل الشارع لجماهير النادي الاهلي في كل مكان نتكلم معاها نسألها، ممكن سؤال يبقى دمه خفيف، احيانا يبقى فيه بعض الامور اللي بحب نسمع جماهير النادي الاهلي، ده امر مهم جدا بالنسبه لنا كمان ومهم جدا لاراءكم تبقى موجوده. ممكن احيانا بيبقى ليك بعض الامور الفنيه اللي توصل للجهاز الفني، اكيد الجهاز الفني مش هياخد بقرار حد يكون متعصب او حد يكون مش بيدعم ناديه او حد يكون مش متحمل مسؤوليه مع ناديه. دورنا هنا في البرنامج اللي نبعد عن التعصب ونسمع اراء جماهيرنا في كل مكان، الملايين دي لازم نسمعها. ففي برنامجنا بننزل الشارع، هننزل دلوقتي مع قناه النادي الاهلي وننزل للتقرير نروح نشوف عملنا ايه، مش عايز احرق اي حاجه، وبعدها استقبل نجم حلقتنا النهارده واحد من ولاد الاهلي المخلصين سواء لاعبا او اداري داخل النادي الاهلي، ومن اميز الاداريين اللي اشتغلوا مع النادي الاهلي، اشتغل مع مدربين كتير الكل اشاد بيه، جماهير الاهلي بتحترمه جدا جدا، الكابتن سيد عبد الحفيظ. والصوره امام حضراتكم اهي لحظه وصول الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، الجماهير بتحبه. مش عايز اقول لحضراتكم اول ما الجماهير او كتبنا على صفحتنا ان الكابتن سيد عبد الحفيظ موجود معانا جات له رسائل كتير جدا جدا، وهو ده اللي هنساله فيه كل اسئلتكم، هي دي اللي احنا هنسالها للكابتن سيد عبد الحفيظ النهارده. خلونا نروح نشوف التقرير وبعدها نستقبل نجمنا النهارده الكابتن سيد. واحد يعني عايز اديله حقه بصراحه، عايز اقول اللي هو في مدربين جات وموجود اشتغل باخلاص شديد جدا، لما نتكلم على كل تقارير المدربين اشاده بنجمنا النهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ. لما نتكلم على كانت بعض المشاكل موجوده قبل وجوده، خلينا نتكلم احنا دايما بنفتح قلبنا لجماهيرنا، حاله من الانضباط اللعيبه بتحبه، الشخصيه القويه، تطبيق النظام داخل الفريق، ازاي التعامل مع اللعيبه الكبيره داخل الفريق، هو حريف في دي وعنده اكتسب خبرات كبيره جدا جدا. انا بعتز بصداقته، بعتز كمان لما نتكلم بقى على بشكل عام جماهير النادي الاهلي بتحبه واعضاء الجمعيه العموميه بتحبه جدا وبتحترمه لاخلاقياته العاليه. ده الكلام كله ضيفنا عشان دي الحقيقه اللي الناس كلها قالتها لما عرفت ان الكابتن سيد عبد الحفيظ معانا النهارده. هنروح نشوف التقرير وبعدها نستقبل نجم حلقتنا النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ. زي ما وعدنا حضراتكم هننزل الشارع النهارده، موجودين في ميدان الدقي نسجل مع الاهلاويه وغير الاهلاويه، هنتكلم عن اهم هدف في تاريخ النادي الاهلي، هنتكلم عن بتحب النادي الاهلي ليه. الجميل اللي انت بتنزل الشارع بتتدفى وسط الناس، الناس كلها محترمه جدا، الناس كلها بتحب تتكلم في الكوره، هنسال في امور كتير جدا جدا جدا، كفايه قاعده في الاستوديو. وزي ما وعدنا حضراتكم مره ثانيه هنبقى موجودين وسط الناس نسالهم وكل حاجة هيقولوها، هو ده اللي احنا هنعرضه في الكرة والجماهير. هدف ما تنساوش مع النادي الاهلي. هدف ابو تريكه ماتش الزمالك. اهلاوي ولا ايه؟ اهلاوي. اهلاوي؟ تحب مين في الاهلي؟ احب متعب. زي ما قلت لحضراتكم واحنا ماشيين بننزل كل مكان عشان نسمع اراء الاهلاويه، احنا اللي بننزل لهم، احنا اللي بنتكلم معاهم. السلام عليكم. السلام. ازيك؟ عامل ايه؟ عامل ايه اخبارك؟ كله تمام؟ خليني اسالك في الاول، انت اهلاوي ولا ايه؟ اهلاوي طبعا. اهلاوي؟ طبعا. تحب مين في الاهلي؟ احب لعيبه النادي الاهلي كلهم. هدف ما تنساوش مع النادي الاهلي. هو في الحقيقه هدفين مش هدف واحد. هدف ابو تريكه في الصفاقس التونسي، وهدف احمد فتحي في طلاع الجيش في 2009. ده هدف الصفاقس ده كل جماهير النادي الاهلي ما بتنساهوش. اكيد طبعا اكيد. خليني اقول لك هدف ما تنساهوش مع النادي الاهلي. ابو تريكه في ماتش الصفاقسي 2006. بننزل الاهلاويه في كل مكان بنسالهم، كل واحد اللي بيقوله هو اللي بيتعرض امام حضراتكم في الشاشه. طبعا داخلين جوه كمان نسلم على. ازيك عامل ايه؟ اهلاوي طبعا.
مبسوط من النادي الاهلي دلوقتي؟ طبعا بحب الاهلي، بحب الاهلي طبعا. تابع كل الماتشات؟ طبعا كل الماتشات يا باشا. طبعا احنا بننزل لكل الناس، والكل الجميل الناس بتقابل معانا بشكل محترم جدا، الكل عايز يتكلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازاي؟ عامل ايه؟ اخر مره اديتني السندوتشات ما عجبتنيش. حلوه تظبطك. السلام عليكم. الحمد لله. اخبار حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. اهلا ولا زملكاوي؟ اهلا زملكاوي. احنا ولاد عم، هو احنا بنحب الكوره كلها وما بنحبش التعصب، احنا مش متعصبين. هدف ما تنساوش مع النادي الاهلي، لما حضرتك رفعتها لفلافيو وابو تريكه دخلها بجون الصفاقس. اتفرج على الماتش ده فين؟ هنا في الدور مكان هنا في المحل. عملت ايه لما جال هدف وانت زملكاوي؟ انا طبعا فرحت عشان ابو تريكه اللي دخل الجون، وفرحت عشان حضرتك اللي رفعت الجون لفلافيو. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك؟ عامل ايه؟ الاخبار؟ السلام عليكم. ازيك؟ عامل ايه؟ السلام عليكم. اهو بص، انا قلت لكم الاهلاويه في كل مكان. خليني اسالك في البدايه، هدف ما تنساوش مع النادي الاهلي؟ هدف طبعا ابو تريكه في الصفاقس. الصفاقس طبعا. انا سجلت مع ناس كتير، الكل بيتكلم على الهدف ده، تاثيره عند جماهير النادي الاهلي كبير. طبعا. ليه بقى؟ ده هدف بطوله، وكمان يعني بتهيألي مفيش حد عمل هدف قبل كده. حضرتك بدأته نهاية استاذ كابتن ابو تريكه. مبسوط من اداء الاهلي دلوقتي؟ جدا ان شاء الله، ان شاء الله في احسن ان شاء الله. مين اللاعب اللي بيعجبك حاليا؟ اكيد حسام غالي، حماد متعب بس طبعا زعلان عشان ما بيشاركش كتير، وسعد سمير حبيبي بقى. سعد سمير راجل دمه خفيف. دمه خفيف جدا يعني. كل اهلاويه بيحبوه طبعا. طبعا. مبسوط من اداء الاهلي دلوقتي؟ طبعا 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 طبعا، ده حاجه مشرفه وحاجه يعني نادي عالمي يعني، مش اللي يقول غير كده ما كذاب. تحب مين في الاهلي؟ عبد الله السعيد. فاكر جون ما تنساوش مع النادي الاهلي؟ اه، بتاع عبد الله السعيد في الاسماعيلي. بتحب الاهلي ليه؟ عشان هو فريق حلو وبيعرف يلعب ومكتسح افريقيا كده يعني. السلام عليكم. ازي حضرتك كابتن شيرين؟ تشجع الاهلي ولا؟ اهلاوي طبعا. شايف البلوفر لونه ايه؟ هدف ما تنساوش مع النادي الاهلي؟ أهداف كتيرة، بس أنا عجبني الهدف بتاع إيبونا في ماتش الزمالك، اللي هو كان بيجري وهما بيجروا وراه بالعكس يعني. العوا أهو. أيوه. هو ده اللي تقصده؟ لا، ده اللي افتكرته دلوقتي، لكن هما كتير يعني أكيد يعني. مبسوط من أداء الأهلي دلوقتي؟ ماشي، ما أقدرش أقول إنه وحش يعني، كويس يعني. أفضل من وجهة نظري، أفضل من السنة اللي فاتت. أه، أحسن من السنة اللي فاتت. ازيك؟ عامل ايه؟ السلام عليكم. السلام. بتشجع الاهلي؟ اه طبعا. عاجبك اداء النادي الاهلي دلوقتي ولا لا؟ اه، كويس جدا يعني. مين اللعيبه اللي انت بتحبيها؟ هو كان بتحب يعني، نزلت احب ابو تريكه طبعا لانه راجل محترم، وبحب ناس كتير يعني جوه النادي، هم كلهم كويسين يعني. بتحبي النادي الاهلي؟ بتحبي مين في الاهلي؟ بحب احمد فتحي، بحب اللي هو عمرو سولية، بحب الأهلاوية؟ لا، زملكاوية. مش بتشجع الأهلي، بتحب الأهلي ولا متعصب؟ لا، بحب الأهلي، بس في أوقات حاجات بتعجبني فيه، بس بحبه أكيد. لما الأهلي بيكسب الزمالك مثلا وأنت زملكاوية، صحابك بيقولوا لك؟ بيقعدوا يحفلوا عليا، بس أنا بتضايق أكيد. لا، بتضايق، أما بيجي لي اكتئاب يعني، بتضايق جدا. نادي الاهلي طبعا. ليه بتشجع الاهلي؟ والله يعني انا عندي 22 سنه، اخر 12 سنه واخر 10 سنين في حياتي اللي انا واعي فيهم على الدنيا ما شفتش غير الاهلي بيكسب، ما شجعش ليه الاهلي يعني. فرحنا نادي الاهلي يعني. انا عضو في نادي الزمالك مبدئيا، صاحب نادي الاهلي. انت كده بعد الكلام اللي بتقوله مش هتدخل تاني. مش مهم، ما تخشوش اصلا. طيب خليني اقول لك، هدف ما تنساوش مع النادي الاهلي؟ جون ابو تريكه في الصفاقس بتاع بطوله افريقيا. الجون اللي انت عملتها له، وراح طلع فلافيو متعب وراح ابو تريكه بالشمال، ده جون. كنت بتتفرج على الماتش ده فين؟ في البيت مع اخواتي.
لما جه الهدف ده عملتوا ايه؟ لعبنا البيت، البيت اتقلب كله. شادي محمد كرة طويلة في عرض اللي بيها التونسي، لمسة من عماد متعب، مرتدة تصوير وجول جول جول جول. الهدف الأول للنادي الأهلي، محمد أبو دريكة يخطف الهدف، هدف غالي جدا، فرحة كبيرة في الجهاز الفني للنادي الأهلي والمايسترو محمد أبو دريكة بكل تأكيد يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الغالي، هدف قاتل، هدف تراجيدي.